استنوني لقدام عمي. طيب مثل ما بدك. أنا كنت بدي أجي اليوم على الجلسة بس بتعرفي مكان براق خالدة؟ ما بعرفه. شلون ما بتعرفي؟ علي رضا ما تعملها. أنت مو أول واحد بتخسر حدا غالي. ما تعملها. لهيك قولي لي وين بلاقي مكان براق؟ ما بعرفه. وحياة الله ما بعرفه. بس حتى لو بعرفه ما رح دلك عليه. ليك شو بدي قلك؟ ما صح لنا نحكي هداك اليوم بالمحكمة بالبلبلة اللي صارت. كيف أمك؟ إن شاء الله أحسن هلأ. وينك يا ابن الحرام؟ إذا كنت زلمة تعال وخليني ألمح وشك. شايفك لساتك عم تتجافص يا شوفير التاكسي. اهدى شوي، ما بصير إنك تعصب، بصير معك ضغط. إيرو، أنا كمان زعلت، والله زعلت كتير على أختك. بس أنا قلت لك من قبل يا شوفير التاكسي، ما كان لازم تتدخل، كان لازم تبقى بعيد، كنت لازم توقف عند حدودك يا شوفير التاكسي. محرزة هلأ مشان العنترية والفشخرة. تروح على أختك. علي رضا، علي رضا استنى استنى ولا تتهور، إذا رحت لعنده رح يقتلك. أنا متأكدة. أنا هيك هيك ميت مو فارقة، بس ما حموت قبل ما أشرب من دمه. علي رضا أحد عصك برجلي معي شوي لو سمحت. الله يخليك استنى. علي رضا استنى. علي رضا عمي حسن وينك؟ عمي حسن علي رضا راح. خير يا بنتي؟ شوفي شو صار؟ لوين راح؟ دكتورة، علي رضا لوين راح؟ بنتي فهميني لوين راح؟ السنسال شو عم يعمل هون؟ هذا السنسال لقى فاتح بالمكان يلي صارت فيه المشكلة. توقعنا انه يكون لنهال او لشي صبية تانية. هو إلك شي؟ طول بالك، ما فيك تفوت المتحف مسكر. طيب طيب خلص خلص، روح شوف شغلك انت، ارجع على شغلك روح. تمام حاضر.
اتصل فيني من هذا الرقم وقال حبي يطمن على أمي. قال إنه زعل على اللي صار لأختي، بس الذنب كان ذنبي لأني قال ما شفت شغلي وإني حاولت أعمل بطولات، وسألني إذا كانت محرزة. لا إله إلا الله، بعرف محروق قلبك. عمي مظفر اتصل من هذا الرقم عم قلك. وشو بدك أعمل علي رضا؟ لا تكون مفكرني غبي ولا شو؟ صح أنا ما بسألك عن شي، وبحياتي ما طلبت منك خدمة، بس أنا بعرف كتير منيح شو بتقدر تساوي وإيدك لوين واصلة عمي مظفر. فكرت بالقفلة؟ وكاتبها بإيدي. ما رح يتركوك عايش. حفرت قبري جنب قبر أختي قبل ما أجي لهم. الانتقام ما رح يريح قلبك. ما في شي بيريح لي قلبي غير إني طوله لهذا السرسري. أصلاً قلبي ما رح يرتاح. ليك، يا أنت بتجيب لي مكانه لهالابن الحرام، يا أما أنا رح أفتل اسطنبول حارة حارة وشارع شارع لحتى أحرق الأرض تحت كل واحد من عائلة أرسوي. فيكو! فيكو! اللي أخي شو صار؟ أكيد من القاطع، هلأ رايح شوفه. فكر ما يحمي حاله قوص بالهوى وبس سيد القاضي. براق بيك اللي قوص، هاد علي رضا. فيكو خليك هون أخي. لك شو عم يصير؟ أخي خليك هون. جنكيز اللي طلع المسدس وقوص، مو براق بيك.
ما كان بدي اياك تموت، كان بدي اياك ترضى بالعقاب اللي حتحدده المحكمة، بس ابوك جن عليك. ناوي تقتلني؟ بدك تقتلني؟ شايف الغضب بعيونك، عندك الجرأة كمان، بس ما رح تعملها. متذكر المحكمة؟ شلون طلعت من المحكمة مزلول وراسك بالأرض؟ من هون كمان رح تطلع هيك. وشلون بدك تطلعني مزلول؟ رح أحكي لك بعد شوي، رح يرن تليفونك. أنت هلأ مشغول بالأساس، ما رح ترد، بس لأني حكيت هيك رح ترد. من هلأ بقلك هذا الرقم ما رح تعرفه. مو أنت كنت ما رح ترد؟ بس رح ترد. رد يا شوفير التاكسي، رد. أنت هلأ كل فكرك أنه ما عندك شي لحتى تخسره، ما هيك؟ يلي قدامك رح يذكرك قديش عندك شغلات غالية على قلبك ممكن أنك تخسرها. بالأول رح تتفاجأ عليه، بعدين رح يصير خوف حقيقي، بعدها رح تعصب، قلة حيلتك رح تجننك، الرصاص البقيان بمسدسك رح تفكر أنه تفضيهم فيني. بس علي ما رح تقدر تعملها يا علي. قبل ما تعمل أي شيء اسمعني منيح يا بضاي، في مسدس محطوط براس أخوك بهاللحظة. يعني إذا بتفكر تلمس شعرة واحدة من راس ابني، رح أبلش بإني حط رصاصة براس أخوك. بعد أخوك أمك، أختك، صهرك، صدقني واحد واحد لقتلهم. ولا تفكرني رح اكتفي بعيلتك. لما خلص شغلي هون رايح لعند البنت المحامية اللي ساعدتك، بعدين معلمك بموقف التاكسي، رفقاتك الشوفيرية، البقال اللي بتشتري من عنده، اللحام اللي بتاخد من عنده بالدين، حتى الحلاق اللي بتحلق عنده بالحارة، كمان اللي بتسلم عليهم واللي بيردوا عليك السلام، بقتلهم كلهم. رح أرجع عندك إذا بتلمس شعرة واحدة من راس ابني، بغسل حارتك بالدم. فهمتني منيح يا أبطاي؟ يا بتتنازل عن الانتقام اللي حاطه براسك، أو بتتنازل عن اللي بتحبهم. معك 5 دقايق تاخد قرارك. عم تسمع؟ العاصفة عم تبعد. ايه، شو منعمل؟ صار في دهشة، خوف، عصبية. هي قلة الحيلة. مثل ما قلت لك. لك شو بنا؟ اهدى شوي يا شوفير التاكسي،
أنا رح أقعد وأنطر قرارك. الشغلة بترجع لك. حكي يا أخي، رح تتأخر على الطيارة. يلا دور السيارة. خالدة، بلا ما تروح الطيارة عليك، يلا. إذا سمحت ممكن تضيف عمو صبري كاسة شاي؟ طبعاً. تعا أخي تفضل. تفضل ارتاح. اقعد عمي، بدنا نحكي. بس فهموني انتو شو طينتكن، لسه تراب بنتي ما نشف، ما كفاكن الوجع اللي دوقتونا اياه؟ خلص بوس ايدك تسكتي. يعني الزلمة اجى ليعزي، ما بصير نعمل هيك. نحن مو طالبين تعزاية من هاد، نحن بدنا ابنه يدفع ثمن اللي عمله بنيهال. ايه بس لسه ما خلق اللي بده يحاسب ابني، واللي بيحط براسه هالشي ما بيضل اي اثر من سلالته. رد على اخوك، شوف شو بده. رد على اخوك. اهدي امي. اخي مجد، قل لي انت مناح؟ لا تفكر فينا اخي، خلص على الوطن اللي عم عليه. خذ بيتارنا من هذا الكلب، خلص عليه. لا الله يخليك، اشرك بترجع. مانك مربي اخوك منيح يا بضاي، جينا لعنكم لنعزيكم والله يسلم مستقبلنا بالسكاكين. بيقولوا التعزاية لازم تكون قصيرة، مشان هيك أنا كنت حامل حالي وماشي. بس سهرك ما خلاني روح حتى ترجع حضرتك على البيت، حتى أمك وأختك كمان قلقوا عليك كتير، حرام ما تزعلهم أكتر. علي، ما بتتخيل قديش متحمس لأعرف شلون بدك تطلع من هالموقف. عمي أكيد بتتذكر لما توفوا أمي وإخواتي، ما هيك؟ ما فهمت يا بنتي. وقتها ما حدا حكى لي شي، وكل اللي قلتوا لي إياه ما تخافي، دم أمك وإخواتك ما رح يروح حدر، وقلتوا لي ما تقلقي، اللي عملوا هالعملة دفعوا الثمن برواحهم وبس. بعدين قريت بالجريدة إنه انعدم 7 أشخاص من عيلة أكسوي، قالوا عنا حسابات مافيا وسكروا على السيرة. بس لهلأ ما حدا قال لي، ما حدا حكى أنا ليش خسرت أمي وإخواتي، وما عرفت لليوم بسبب مين خسرت عيلتي. بنتي هاي مواضيع كبيرة، حاكي الوالد فيها. بس أنا عم بحكي معك، لا تطلع بساعتك لأنه ما عاد سافر. شو رح نقول لحكمة بيك؟ أنت ما في داعي تقله شي، أنا اللي رح قله. إيه؟ ألو ابني، شو وينك؟ أنت منيح؟ استنى دقيقة، كيف يعني؟ تمام فهمت عليك، رح ألم الشباب وروح لهنيك فورا. يلا بالسلامة. ألو فاتح، اجمع لي كل شي في زلم حواليك، الحارة كلها بدي تقوم لي إياها، وراح ألاقيكم قدام بيت رقية خانم. ابني لا تكتر غلبة، عمل مثل ما عم أقول لك ولا تكتر حكي، روح لم الكل يلا. خلصنا سكر.
دكتورة، أنا أجيتني شغلة ضرورية ومضطر إني أروح. خذوا راحتكم، بس ردوا الباب وأنتوا طالعين. وينو علي رضا؟ صار شي؟ علي رضا منيح ما تقلقي. خلينا نمشي نحن كمان. محمود، منيح منلحق الطيارة. مو لنروح على المطار بالأول؟ ليلتنا طويلة كأنه. شو رأيك كمان زد حطب؟ ليك وقف، خليني ساعدك شوي. وقف 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 وقف، اهدى وروق شوي، استرخي. هلأ بتتشنج إيدك. خد قرار منطقي. تشرب؟ ما بظن انك شربت هيك شيء من قبل. على فكره اليابانيين فطاحل بهالشغله. اسمع مني، مسك انت ادرى. شو اجيت بتاكسي؟ يا ريتك تركت العداد شغال، راحت يوميتك عن جد. يا حرام، ما قدر ظرفك. ليك على حسب ما فهمت الخبر يلي ناطره ما رح يجي. إذا بتحب فينا نعمل التالي. خلص نحن منروح لعنده. بدك نعمل هيك؟ عن جد؟ منروح لعندكم على البيت. رح أطلع لفوق بدل تيابي ورح ركبك بسيارتي. وقف وراق، ما تختبر صبري. عم تفهم؟ عم تفهم؟ ايه تمام. يا ليك انا كنت عم احكي مشانك. ما فيكن تفوتوا. شيل ايدك. هلا ما في فوت، ارجع بوقت تاني. ولك انتو يا زعرة شو فاكرين حالكن؟ على مين بدكن تعلموا؟ بحارة مين؟ قلي لشوف. احكي يا زعر. ارجع هيك عسلا لورا. هوب هوب هوب، ما يصير. روح وقول لمعلمك منشان ما ينأذى حدا، روحوا من هون. احسن ما اذبحكن وما خلي واحد فيكن واقف على رجليه. اسمع يا أخ، عدوا عاقلين مشان ما نضطر نهد الحارة. هلأ في ضيف مهم كتير جوا. مين هالضيف المهم اللي جوا؟ عمو فؤاد؟ خالي دخانه؟ ايه فؤاد بيك اللي جوا، هو جاي مشان يعزي والشباب فهم الموضوع غلط. انتوا استنوا هون، ما في داعي للمشاكل هلا، انا رح اتصرف، القصة عندي. رفقي، اتذكر مين اللي قدامك، ما تجبرني انا ذكرك بطريقتي. بنتي؟ انتي شو عم تعملي هون؟ انا جاية لحتى اعزي عمو فؤاد. وانت؟ انا كمان اجيت لعندهم لاني فكرت اني بقدر خفف وجعهم، بس اللي شفته
إنه هن مو ناويين على خير. ابنهم حاطط مسدس براس ابني والتاني حط سكين بوشي. عندي خبر بكل اللي صار، وأصلاً أنا كان إلي إيد بهذا الوجع، ومشان هيك ما بدي إياهم ينضروا بسببي أكتر. شوف عمو، أنا رح أتصل بعلي رضا، ولما يعرف إني هون رح يحس إنه عيلته صارت بأمان هلأ، لأنه هو بيعرف منيح مكانتي عندك. وين تليفونك؟ مجد. علي رضا، هي أنا. أنت شو عم تعملي عندك؟ أنا أجيت لهون لحتى أطمن على أهلك، لما تطلع أنت من هنيك هنن كمان رح يطلعوا من هون. خالدة، أكيد ما بدك يعني أوثق بفؤاد أرسوي، ما هيك؟ علي رضا، بدي إياك توثق فيني، مو بحدا تاني أبداً. ما تقلق، اعتبره وعد شرف مني إنه ما رح تنلمس شعرة من راس حدا من عائلتك. إذا بينأذى حدا من عائلتك رح ينجبروا يقتلوني كمان، وإلا وحياة رحمة أمي رح روح وأحكي كل شي صار للنيابة العامة بذات نفسي. لو سمحت رجع من غير ما تعمل شيء، رح ضل هون لحتى انت ترجع، ما تقلق. براق رح يتصل فيك عمو فؤاد، انت كمان لما تسمع انه منيح رح تحمل حالك وتتيسر. هيك امشي مثل التوتو بالصرماية. انت منيح ابني؟ حلو. خالدة، بعرف انه شغلك انقاذ حياة البشر وفهمان، بس مو بهالشكل، مو هيك. يلا الحقوني. مجد، أنت منيح؟ ابني؟ إيه منيح. أخي متأكد إنك منيح؟ عليك منيح. تعي. امشوا يا رجال،
صبري ما تعب خالدة أكتر من هيك. خدع لبيتها، عم تضيع وقتها على ناس بلا طعمة هون. وجودها بهي الحارة رح يزعل أبوها كمان، فلا تخليني علمك شو تساوي بعد هالكبرة. وينه؟ فوق يا بي. تمام، شوفوا مين متصاوب وساعدوه. حاضر. خدوا الشباب على المستشفى تبعنا. حاضر مراد بي. براق، انت منيح اخي؟ بحياتي ما خفت كل هالقد. ابدا تقريبا. تعال عندي. تمام اخي، وضعي مو سيء كل هالقد. مو ما صار لك شيء؟ انسى الباقي، بتصير هالشغلات. بتصير هالشغلات يا اخي؟ اجى الزلمه لهون وعم يقوس، مو شايف الحيط شلون مبخوش؟ بعتت كل المتصاوبين على المشفى. طلعت شرايط هالمشفى منيحه، عبينا طابع على الأقل. دخلك شلون ضرب كل هالزلم لوحده؟ فيكم منيح؟ جسدياً منيح، الرصاصة دخلت من كتفه وطلعت، بس نفسياً تعبان. كله بسببي، استخفيت بالشوفير. اللي في شي تاني؟ خالدة كانت مع بابا اليوم، تواصلت مشاني. الست يلي مستعد موت كرمالها أنقذت لي روحي اليوم. خالدة شو كانت عم تساوي هنيك؟ ما بعرف، بس رح أعرف. براق، أنت مانك مثلي، أنت زلمة قوي. اصحى بقى. اصحى قلت لي؟ شو خير اخي؟ شايفك صاحي وعم تنصحني. شو صار لك؟ مو كنت ناوي تسافر برا البلد؟ ايه ما عم تتركوني، ما عم تتركوني، كل الوقت فوضى واكشن. ما بتتركني روح ارجع صير ولد لائق بفؤاد ارسوي، لو تتركوني روح وتعالج بقى. شو بدي ساوي؟ مضطر ابقى هون لتظبط امورك. انا حشتك الجاهزة يعني. في مارشميلو اشوي لك شوي. ليكو اجوا علي رضا عمي، يلا تعال. اهلين وسهلين يا ابني، لا تقلق الكل مناح، ما صار شيء لحدا منهم، بس توتروا وخافوا شوي. يلا يا رجال
كل واحد على بيته، بس كونوا جاهزين ومفتحين عيونكم. انتو مناح؟ ايه؟ الكل منيح؟ مجد قال لي ساوي لك شيء؟ آسف أخي، ما قدرت. لا تأخذني على رضا، أنا ما خطر لي رح يصير هيك. الزلمة قال بده يجي عزي، ومجد قال يتفضل يجي. أنا شو كان بيعرفني إنه مجد رح تهور هيك؟ أنا قلت بلكي بتنحل حبية من خوفي عليكم، ولا مو معقول يحط العيلة بهالحالة. أنا بستأذن. نهال كانت محظوظة كتير لأنه كان عندها أخ مثلك. صدقني بفهمك، أنا كمان مثلك، إخواتي كانوا بيحبوني وبيعزوني مثل ما كنت أنت مع نهال. كانوا شايليني بعيونه، كنت أختهم المدللة. لهيك قلتيلي مو بس أنت خسرت اللي بتحبهم خالدة؟ أمي وأخواتي قتلوهم قدام عيني. ذكرتك بوجعك كل هالسنين ولا لحظة نسيته. صار لي 8 سنين وأنا عم بهرب من بابا، من اسطنبول، من اللي بعرفهم وأكتر شي من حالي. بس اللي عم بيصير هلأ رجع لي مخاوفي القديمة، مع أني كنت مفكرة حالي نسيتهم كلهم من زمان. جروحي اللي كنت مفكرتهم التأموا بلشوا ينصفوا من جديد. الإنسان طلع ما بيقدر يهرب من قدره لو شو ما عمل. هالطوق إليك؟ إيه هالطوقي. بتحط لي اياه؟